أنا ممنوع إني أفوت جنة الأرض. الله أكبر، الله أكبر على هذا الاحتلال الظالم، الله أكبر على من اعتدى علينا، الله أكبر على من اعتدى على حرائر الأقصى، الله أكبر على من اعتدى على المرابطين في المسجد الأقصى. إن شاء الله إحنا مرابطين يعني ليوم الدين. المسجد الأقصى هو عقيدة، هو جنة الأرض، جنتي هو بيتي الأول. بتنازل على كل إشي بالدنيا إلا إرثي من رب العالمين. المسجد الأقصى ما بتنازل عنه. المسرح بعلى الأشواك ودموعي والله سالك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طبعا أنا مو بعد عن المسجد الأقصى. من 15/3 ل 15/9 جددوا لي الإبعاد، بعد 15/9 كمان 4 أشهر 10 أشهر. وأنا أسكن على أمام أحد أبواب المسجد الأقصى، على أمام باب الحديد، يعني بيتي من بعيد عن الأقصى خطوات. إلا إنه هذا الاحتلال الظالم أبعدني عن المسجد الأقصى، عشان أنا بدافع عن المسجد الأقصى. إبعاد 10 أشهر وأنا بسمع الأذان، وأنا بشوف الناس، كل الناس بيروحوا بيصلوا الخمس وقات بيصلوا بالمسجد الأقصى، وأنا جارة الأقصى وأنا ممنوع إني أدخل. هذا احتلال ظالم، ولن يثنيني هذا الاحتلال عن الدفاع عن المسجد الأقصى. إن شاء الله رح أضل أدافع عن المسجد الأقصى لآخر يوم بعمري، رح أضل أدافع عن المسجد الأقصى. طبعا عشرات الإبعادات عن المسجد الأقصى، طبعا 3 مرات سجنوني، ومرات عديدة إنهم إجوا اقتحموا بيتي وقلبوا البيت وعثوا بالبيت فساد، وإنه كمان يعني إنهم بيحاولوا كل هذا عشان إنهم يبعدوني عن المسجد الأقصى. أنا بقول لهم شو ما عملتوا، شو ما حاولتوا، شو ما أبعدتوا، أنا إن شاء الله رح أضل مرابطة في كل فلسطين، من البحر للنهر، رح أضل إن شاء الله مرابطة في المسجد الأقصى، على الأبواب، في الشوارع، في الحواري، على أقرب نقطة من المسجد الأقصى رح أضل إن شاء الله أرابط. والرباط فرض عين على كل مسلم، الرباط من خارج البلاد ومن داخل البلاد لازم الكل يجي يرابط بالمسجد الأقصى. وشو الرباط؟ الرباط مش جريمة، الرباط يعني إنه بقول لك، بوجه لك تهمة الاحتلال إنه أنت مرابطة، أنت مرابطة، بوجه لك تهمة على إنك أنت مرابطة. شو الرباط؟ الرباط إنه انتظار الصلاة والصلاة، هذا هو الرباط. والرباط في أواخر آية من أواخر سورة آل عمران. إن شاء الله إحنا كل أهل بلاد الشام مرابطين ليوم الدين. الناس احمي أقصانا المسجود، المسرح اشتعلت أشواق ودموعي والله سالت طبعاً إنه الإبعاد عن المسجد الأقصى مش إشي هين، خاصة إحنا إنه بنعيش ببيوت داخل البلد القديمة، يعني إحنا يعني البيوت هاي لا بتشوف لا شمس ولا هواء ولا بنشوف الفضاء، ما بنشوفه إلا إنه يعني إحنا مرابطين لأجل البقعة لله تعالى، ولأجل هذه البقعة الطيبة المباركة اللي ربنا ورثنا إياها. ربنا هذه إرث الأقصى، إرث من رب العالمين. وإنه هذا الاحتلال لما بيبعدنا، صحيح إني أنا بتوجع وبتألم وقلبي بيعتصر ألم على فراق المسجد الأقصى، يعني الإنسان لما بيبعد عن إشي بيحبه، يعني إشحال لما يكون بيبعد عن عقيدة.
شحال لما يكون ببعد عن أولى القبلتين وثاني المسجدين، وربنا كرم الرسول يعني في الإسراء والمعراج، ربنا كرم الرسول إنه حادثة الإسراء والمعراج المسجد الأقصى. كيف أنا قلبي ما بده يعتصر ألم وأنا جارة المسجد الأقصى وأنا سجينة، أنا سجينة داخل البيت داخل الأسوار، وإني ما بفوت الجنة، المسجد الأقصى هو جنة الأرض، يعني أنا ممنوع إني أفوت جنة الأرض. الله أكبر، الله أكبر على هذا الاحتلال الظالم، الله أكبر على من اعتدى علينا، الله أكبر على من اعتدى على حرائر الأقصى، الله أكبر على من اعتدى على المرابطين في المسجد الأقصى. إن شاء الله إحنا مرابطين يعني ليوم الدين، وأنا بقول هذا الإبعاد وهذا الاحتلال لن يثنيني، أنا على أقرب نقطة بصلي، يعني أنا ضحيت الحمد لله رب العالمين، أسأل الله إن ربنا يتقبل من العمل وإنه تكون كل عملي خالص لله تعالى. ضحيت علشان الناس التانيين إنهم يدخلوا المسجد الأقصى، يعني الإنسان اللي بده وطن بده يضحي، وأنا ضحيت وبقول الحمد لله رب العالمين. إذا أنا ما دخلتش في مئات دخلوا. بمصر اشتعلت اشواق ودموعي والله سار.